حصد الدرس الموسم الفلاحي 2019-2020. عملية حصد الدرس بدأت بتاع المستوى المنطقة الجنوبية للإنتاج هذا العام كان في حدود 800 ألف قنطار بكمية وزعت لتعاون الحبوب فاقت 233 ألف قنطار. أما فيما يخص المنطقة الشمالية أن توقعات الولاية كانت في حدود 1,800,000 ألف قنطار. عام المنطقة الجنوبية انتهت فيها الإنتاج. نحن بصدد انطلاقة وانطلقت عملية حصد الدرس على مستوى المنطقة الشمالية، نتوقع إن شاء الله أن الإنتاج يفوق 1,000,000 قنطار. واليوم كانت عندنا وقفة في بلدة الرميلة لإشراف على انطلاق حملة الدرس والحصاد. هنا كذلك اعتاد عصري يقدم خدمات للقطاع الفلاحة وكذلك تحسين البذور في هذه الوحدة اللي كما تعرفوا أن الجزائر منذ أكثر من سنة 3 سنوات راهي عندها اكتفاء ذاتي.